استمرار الاحتجاجات في العراق وسقوط قتلى في إطلاق نار على متظاهري كربلاء والشرطة تنفي. البيت الأبيض ينفي اعتزامه نشر أي لقطات مصورة لمقتل البغدادي. وفد حكومة دمشق يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية. الحادية عشر صباحا التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعلن مسؤول عراقي ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق نار على متظاهرين في كربلاء إلى 18 قتيلا، فيما نفت شرطة كربلاء وقوع أي ضحايا خلال الاحتجاجات. هذا ويحتشد العراقيون للخروج في مظاهرات جديدة اليوم بعدما تحدى الآلاف قرار حظر التجوال في بغداد رافضين إنهاء الاحتجاجات. أكد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أن عملية قتل قائد تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي تؤسس لحقبة جديدة. وخلال اتصال هاتفي أجراه بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد ولي العهد السعودي أن هذه العملية تعد تاريخية في الحرب على الإرهاب والتطرف والكراهية. من جانبه أكد ترامب استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. نفى البيت الأبيض اعتزامه نشر لقطات بشأن عملية قتل زعيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي الأخيرة. وتصريحات البيت الأبيض في هذا الشأن تتعارض مع تصريحات دونالد ترامب التي كانت صدرت ويؤكد فيها عن إمكانية نشر لقطات مصورة للحظات الأخيرة من عمر البغدادي. وصل وفد الحكومة السورية إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية. وذكرت وسائل الإعلام السورية أن اجتماعات اللجنة ستنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة 150 عضوا، قبل أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من 45 عضوا، بمن في ذلك 15 عضوا تدعمهم الحكومة السورية و15 للأطراف الأخرى و15 من المجتمع المدني. قال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر آل صباح، قال إن المنطقة تشهد ظروفا مصيرية وعصيبة غير مسبوقة. هذا وأضاف خلال كلمة له في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة الكويتي أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت معاول هدم وتمزيق للوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الأوضاع المشتعلة التي تحيط بالمنطقة تهدد الأمن العام والاستقرار. ختام الموجز لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.